فول والتمييز بالمجان سماع عدم فرع العزيزية. الإمام مسلم يقدم غدا يوم الأربعاء الفول والتمييز مجانا. ليش يا حسن؟ هل يستحق التجربة دائما؟ ونقيم الأكل الآن في سماع عدن. طلبته يا أهل المدينة المنورة، وين سماع عدن؟ ما يجي عندنا في العزيزية، سوين الفرع وجاهز من إلى. والمقيم المشكلة مو حسن، أنت المقيم وبالمجان، وخصم يصل 25% على طلباتك إن شاء الله. بكرة الكل يكون حاضر بإذن الله. والفول مع المعلم أكثر من 25 سنة أو أشكل عندي. الله يسعد قلبه، خليك إن شاء الله بإذن الله. طبعا رح نوريكم الجلسات، نوريكم الوضع بالكامل، مختلف تماما عن حي الخالدية. ما شاء الله تبارك الله، الجلسات من أروع ما يكون، ما يقارب 10 جلسات وطاولات. ما لكم عذر أهل العزيزية، ومبروك عليكم الافتتاح. عينك على الفول والبهارات، ما شاء الله تبارك. نخلص الفول، أنا مني مسؤول حبيبي. الله يسلمك. على فكرة أخوان، المعلم له تقريبا بالصنعة كم سنة؟ 25 سنة. يعني عمر ما شاء الله ما وصلت هذه المرحلة إلا ب25 سنة. أخوان يعطيك ألف عافية معلم. الله يسعدك يا رب. الله يسعدك. هل يستحق التجربة؟ وعلامة استفهام يا إي ويا لا. مقدمين سماع عدن الفول، طبق الفول مع التمييز بالمجان، عشان مو حسن اللي يقيم، أنت اللي تقيم. تعال عندنا هنا في الإمام مسلم وأنت اللي تقيم. هذه المرة ما بقيم، أبغاك أنت وبالمجان، ما في أحلى من كده. موقع سماع عدن، الموقع الإمام مسلم العزيزية مقابل بن داود على طول. هذا بن داود هو مقابل، او المطل العزيزيه، وانت نازل ويجي على يمينك الاستاذ الرياضي على طول راح تجي بن داود. وهنا سماء عدن، وندخل نشوف اللي يميز سماء عدن. تقريبا 10 جلسات مجهزه بالكامل، ما شاء الله تبارك الله. زي ما شوف ايش عندهم سماع عدن فرع العزيزية. ابدعوا 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 بصراحة، ما شاء الله. زي ما شايفين هذه الجلسات، اللي حاب ياخذ طلبه وعلى البيت ما في مشكلة، وان حاب تيجي داخل المطعم ان كان لحالك برضهم موفرين جلسات. يا سلام على العدني، عينك على العدني. يلا دحين اجي اشرب حبيبي. في طاولات وفي جلسات، طبعا ما يقارب 10 جلسات متواجدة. كنت حاب تفطر تتسحر عندهم، مداك تتسحر والجلسات تفتح النفس. شوفك خلصت سحور وفطور، داخلين على العيد أيضا ما شاء الله تبارك الله. الجلسات كافية ووافية. والملوح، الملوح، شوف شوف الجلسة تفتح النفس ما شاء الله تبارك الله. وإن حاب تشوف طلبك، طبعا عندهم ما شاء الله تبارك الله، مداك تشوف طلبك وين في الجلسات، تشوف الطلب كيف بيجهزوه، الأمور بالسليم ما شاء الله تبارك الله. هذه المشكلة لما الواحد يجي يسوي إعلان وقت السحور وجيعان. يلا بس وصلت، هذا دقيق وهذا كبدة طازة. حلو، هذا واحد لحسة وهذا واحد معصوم ملكي. يا سلام يا سلام. وقلق اللحم عريكة ملكي. حلو، بدأ الدور يسخن. هذا بيض عدني، هذا فول حجر. فول بالحجر الفخار، ملوح دبل، تمييز أفغاني.
ملوح دبل وتبيه. يا سلام الملكي، الملكي وصل طبعا بالحجر شيء ثاني. هذا الشيء العدني وصل، وصل العدني وصل. عينك على الجبن الشدر، بسم الله فاخر من الاخر. والكبده طازه يوميا، ان كان تبغى كبده طازج. وهنا مقلقل لحم، يا هلا المقلقل. وهنا بالدجاج، وهنا بالجبنه. شوف شوف، هذه اكلات شعبيه يمنيه عندكم في المدينه منور في العزيزيه شارع الامام مسلم، طبعا في اللي في الخالديه، لكن على طلبكم يا اهل العزيزيه وين ما فتحتوا سماء عدن عندنا في العزيزيه. ليش؟ ما شاء الله على الطلبات. وصاحب الشركه الله يعطيه الف عافيه فتح فرع في العزيزيه، تستاهلوا يا اهل حي العزيزيه. جرب مره راح تجي كل مره. الموقع سماء عدن فرع العزيزيه الامام مسلم زي ما تشايفين، واللي جاي من عند المطل، مطل العزيزيه، نزول بعد الاستاذ الرياض مقابل بن داود. حياكم.